لا تموت يا طاهر، الأفكار لا تموت يا طاهر، أنا حسناء قرطاج المجيدة، أنا في تاريخ النساء عتيدة، أنا الأبية الوفية العنيدة. اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة اللي هو يوافق 8 مارس، نظمنا نهار الجمعة 6 مارس ندوة فكرية حول طاهر الحداد، صوت الحرية ونصير المرأة. المعروف على طاهر الحداد اللي هو يعني نصير المرأة، اللي هو دافع على المرأة في فك زمان ذاك اللي هو عايش فيه. بمناصرة لطاهر الحداد نظمنا الندوة هذه بالتعاون مع الكريديف، فيها مدخلين، فيها أساتذة جامعيين، فيها كذلك شعراء وكتاب وأدباء، باش مهدات يعني ندوة مهدات إلى طاهر الحداد، إلى روح طاهر الحداد، خاصة وأنه النادي رمزيا يحمل اسم طاهر الحداد.